النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، عقدت أعمال منتدى الأعمال البحريني الإيطالي تحت عنوان آفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة بين إيطاليا والبحرين والتعريف بأنشطة مجلس الأعمال الإيطالي البحريني. وأقيم المنتدى بالتعاون مع مجلس الأعمال الإيطالي البحريني وسفارة الجمهورية الإيطالية في مملكة البحرين وسفارة مملكة البحرين في الجمهورية الإيطالية وهيئة التجارة الإيطالية ومجلس التنمية الاقتصادية. وأكد سعارة السيد عبد الله بن عادل فخرو أن هذه المنتديات تمثل منصة مثالية لتعزيز فرص الاستثمار الثنائية بين البحرين وإيطاليا واستكشاف آفاق جديدة للتعاون عبر القطاعات الرئيسية بما في ذلك الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، مما يمهد الطريق لكتابة قصص نجاح جديدة للمشاريع ويعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أكد عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية أهمية اهتمام الدول بالملكية الفكرية لما لها من دور بارز في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية الذي نظمته الجمعية البحرينية للملكية الفكرية. مؤخرا تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة واللي أخذت في محورها التصنيع المتقدم والمستدام، وهذا طبعا عن طريق تشجيع أنشطة البحث والتطوير والابتكار الصناعي، علاوة على خطة العمل المحدثة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي أفردت محور متكامل لتعزيز الابتكار، نتج عنه تشين مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا اللي تحتضن جامعة البحرين. التوجه العالمي بشكل عام يتوجهون إلى الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي يتمركز أو يتمحور حول اللي هو الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية. معظم الاقتصادات العالمية حاليا تتوجه إلى تكوين قاعدة قوية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، على ضوها اللي هو بتحدد اللي هو نوعية الاستثمارات اللي بتيح حق ذي الدولة، في نفس الوقت أصحاب رؤوس الأموال والشركات يحسون براحة نتيجة وجود اللي هو حماية لحقوقهم واستثماراتهم في هذه الدول. فكل ما لقوا الدولة مهتمة في هاي الجانب يكون عندهم دافع ويكون اتراكتيف اريا اللي هو بيئة جاذبة لهم لمواصلة استثماراتهم في هذه الدول. أكدت الدكتورة أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة إحدى شركات مجموعة جي اف اتش المالية في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية على هامش مؤتمر سيتي سكيب، أكدت مواصلة الشركة جهودها في دعم وتطوير منطقة العرين لتصبح مقصدا هاما للضيافة والترفيه والرعاية الصحية. شركة العرين مسؤولة عن تطوير مخطط العرين اللي يمتد على مساحة 2 مليون متر مربع في جنوب البحرين ويشمل على أكبر حديقة مائية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تصانيف وأراضي مخصصة لتصانيف مختلفة منها السكني والتجاري والمرافق الترفيهية والصحية وغيرها. نحن في ضوء الاستعداد لإعادة افتتاح مشروع فندق العرين تحت إدارة مجموعة أكور الرائدة عالميا في قطاع الضيافة تحت علامة ترافلز، وإن شاء الله يتم افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام، وبعدها سيتم الإفصاح عن مشاريع مستقبلية نعمل عليها في الوقت الحالي. وسعيدة بكوني للمرة الثانية ألقي في محاضرات وندوات سيتي سكيب. إن شاء الله كلمتي بتكون عن ممارساتنا في الاستدامة في تخطيط وتصميم مشروع العرين والذي يعكس التزامنا في الاستدامة ومعايير الاستدامة. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية.
واختتمت فعاليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي نظمها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد جواد حميدان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البحرين الإسلامي. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية، وما هي أبرز أهداف هذه الفعالية وإلى أي مدى استفادت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها خلال الأسبوع الماضي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا سعداء اليوم باختتام فعالية بنك البحرين الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهالفعالية تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعد بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للبنك. هالفعالية صار لها حين أسبوع في مجمع المالي للبنك البحرين الإسلامي في البداية، وفي هالفعالية كان عندنا شركاء استراتيجيين اللي خلالها مع البنك وفرنا عروض وخدمات حصرية للمؤسسات. أتمنى أن هالمؤسسات استفادت من هالعروض الحصرية، ومن خلال التعليقات اللي حصلنا أن غير العروض البنكية استفادوا من الشركاء الاستراتيجيين اللي كانوا معانا، أن خلال يعني من بعض الأمثلة أن الأودت مثلا الأودت سيرفيسز بعض الشركات يقولون وفروا 80% من الكوست مالهم حق الأودت. فهذه كانت من الكومنتات اللي حصلناها. هذه طبعا تأتي يعني مع توجه الحكومة الرشيدة لدعم وتنمية هذا القطاع، يأتي من منطلق أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد البحريني، وإحنا بدورنا كبنك البحرين الإسلامي حبينا أن نساهم بهذه الطريقة المختلفة. البنك إحنا من جهتنا بنواصل، عندنا الخدمات الرقمية منها فتح الحسابات بشكل مبسط وعن طريق الأونلاين، يكون خلال دقائق يقدرون يفتحون الحسابات يتعاملون مع البنك. بالتأكيد السيد جواد حميدان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البحرين الإسلامي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.